لو سألت الشعب الإيراني، الشعب الإيراني مش طايق يقعد في بلده، بس مش أكتر من كده. وبعدين الخلافات واحتلال 3 جزر في الإمارات. أنا عايز أقول إن المخطط كبير قوي، وأطول ذراع لأمريكا في المنطقة هي إيران. فبلد نفسها أنا ما بحبهاش. لا طبعًا طبعًا، مصلحة البلد دي أهم من كل حاجة. مصلحة مصر، إيران تعتبر دولة معادية، ومساعة العرب في مصر. ما ينفعش إحنا نجي ضد مصلحة مصر. أنا حساف. ليه بقى؟ عشان بدون فيزا. هتعمل إيه هناك يعني؟ اشتغل واظبط دنيتي واظبط كل حاجه يعني. اشتغل ما في ما انت ما شايف هنا يعني العيشه وحش. معرفش نعمل ايه هنا، انا بره في الغربه بنعمل فلوس. والله بالنسبه لاي بلد سواء ايران او غيرها، انا لما بسافر بلدها هيبقى لسببين. السبب الاول الهدف اللي انا رايحه ممكن يتحقق ولا لا، وفي نفس الوقت هتاكد ان امور الدينيه هاديها بالطريقه الصحيحه اللي انا بعتقد فيها. فبالنسبه لايران او غيرها، لكن بالنسبه لايران او اي دولة تانية مش مشكلة اني ازورها في اطار كل هدف هيتحقق ولا لا، ويكون كمان مفيش تضييق علي او مشاكل بالنسبة للامور الدينية. مصر احسن من ايران في اي حاجة، محدش عنده اللي عندنا. في اي حتة اقدر الاقي في ناس هتحميني، وناس هعرف اخاف عليها، وناس تخاف عليا. ايران لا. ليه بقى؟ معرفش، يعني كلهم شيعيين او تلتينهم شيعيين، وفي الفكر التطرفي بتاعها مش طاهر. وبعدين هما ناس بيفرقوا وبيقطعوا في الدين الاسلامي، هم اللي عملوا شيعة، هم اللي عملوا سنة، هم اللي عملوا مش عارف ايه. انا اعرف ان الدين الاسلامي لا اله الا الله محمد رسول الله. لا ايران لا طبعا. ليه بقى؟ يعني اصل يعني الدخل اصلا هي ما عندهم مشاكل في البطالة، مشاكل في ولسه خارجين من العزة بتاعتهم الاقتصادية، كان فرض عليهم امريكا، فلسه الاقتصاد ما امشي زي حسين في البلد، لسه يا دوب بتقول يا هادي فيه.